صباح الخير يا جماعة، يوم جديد وهعرفكم النهاردة على شخص بيلعب رياضة. هي رياضة لسه حديثة نسبيا في مصر بس مش حديثة برا، اللي هي رياضة الاجيليتي او تعدي الحواجز. في بتتفرجوا انتوا عليها على كلب حواجز، ولما بيتفرجش يتفرج على البرنامج. يا جماعة البرنامج جميل جدا ومعمول فيه مجهود فوق رائع، برنامج على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه في اخر الحلقة. تمام، هعرفكم النهاردة على خليفة يا جماعة. ده واحد من المتسابقين اللي في البرنامج، وده فلافي سبايكي 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 المنافس بتاع فلافي، ده المنافس بتاع سبايكي. تمام، رياضة الاجيليتي دي رياضة لطيفة جدا جدا جدا، بتحسن من صحة الكلب النفسية والجسمانية ومن صحة الناس بصراحة، كمان بيجروا عيني جري رهيب فيها. تمام، بيتنفقوا يعني. تمام، فاحنا خليفة النهاردة هشوف معاه الكورس، تمام، اللي بيعمله، ونتفرج بقى نشوف الدنيا ايه. يلا بينا يا جماعة. صباح الخير قوي. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة التمرينة هتبقى هينط يروح يخش التانل من الناحية دي، يخرج يرجع ينط تاني، بعد كده يطلع سيسو، بعد ما يطلع السيسو هيروح هناك يطلع الافريم ينط هنا يرجع منه. خليفة يشرح لنا دلوقتي هو هيعمل ايه بالظبط، يعني هيتحرك ازاي وهيعمل ايه بالظبط. يلا خليفة. بص يا علي، انا بفكر ان سبايك طبعا هيبقى واقف هنا في الاول في الستار، هيبدأ على يمينك. ماشي، على يميني، وانا هبقى واقف عند الهاردل. تمام، بس هخليه ينط وهجري معاه بزاويه كده عشان ما يطلعش الاي فريم. ماشي، يخش التانل. تمام، بعد كده هستناه ارجع يبقى على شمالي. ماشي، بدل على يميني اخليه ينط. حلو، وهجري معاه هنا عشان اخليه يفهم ان انا عايزه يلف من هنا. تمام، هيبقى على شمالي. اوكي، هيطلع ينزل هناك ونرجع ايه اطلعه الاي فريم، بعد كده بعد ما يطلع خليه ينط. ماشي، حلو حلوه دي. ماشي، بص اشرح بقى علي فرق بين المتسابق الاول والتاني واهميه سرعه البني ادم نفسه. بص، هي مش سرعه البني ادم بقدر موجوده حوالين كلبه قد ايه. بمعنى طول ما انت هتختار ان الفرق ما بينك وما بين الحاجز يبقى قصير في حركه الكلب وتوجهه بحيث ان هو يبقى حواليك بمسافه قريبه وهو بيعدي من الحاجز ده للحاجز ده، هيخليك تختصر وقت كبير جدا تبقى محتاج تستخدم فيه سرعتك انت كبني ادم في الجري، فده هيخليك تستغل ان الكلب اسرع منك بكتير جدا. لكن لو انت اعتمدت ان انا هبقى سريع وهجري جنبه بسرعه، انت كده بتحد سرعه كلبك سرعتك انت الشخصيه. يلا شمال، يلا نط، يلا تاني، يلا تاني، عيد عيد من الاول، عيد تاني. يلا اصبر، تقول له يلا خليفة. يلا سبايكي. لا اصبر بس، اصبر هو واقع، هو واقف هناك اصلا. يلا بس، يلا سبايكي، يلا نط، يلا تاني، حلو، يلا سبايكي نط، يلا هم هم هم، يلا سيسو، يلا يلا سبايكي افريم افريم، يلا سبايكي نط. حلوة، بس انت عملت غلطتين. ايه؟ دخلت على السيسو سريع. ما انا حديته في النص. ما انا اخدت بالي. بس لمس ايدي. المهم، تاني حاجة كنت ابعد هناك علشان يطلع مرتاح. هو كسر عليا فانا ما. لا هو ما كسرش. كسر. ماشي. ما تسمع الكلام. اه سمعت الكلام اهو. كل مرة بتعند معاه وفي الآخر فاهم؟ بيطلع هو اللي صح فخلاص. قول له ماشي. قول له ماشي. مرة على فكرة. هي مره واحده بس كسر، لو قال لي ما كسرش تاني يبقى خليفه دلوقتي هيعمل محاوله تانية. تمام، هيحاول يخلصها للاخر كلها صح. يلا يا خليفه، يلا سبايكي نط، يلا تاني تاني تاني، يلا سبايكي نط، يلا تاني تاني. حسيت ان في حاجه غلط صح. خش التاني، خش التانل. سبايكي اصلج شويه مع خليفه. تمام، متشتت شويه فعلي بيظبطه تاني. التانل هنا تاني، التانل بسرعه، يلا التانل، يلا خش جوه. دب جود جرب تاني على التانل. سبايكي يلا يلا التانل، جود بوي جود بوي. الطريقه دي الكلاب ساعات بتحاول تختبر صحابها شويه صغيرين، او ساعات بيجي يمين شمال كده فبتعيد معاه، بترجع معاه خطوه وتاخد معاه الاوردرز من اول وجديد، وكل حاجه بالصبر يا جماعه. هنشوف بقى سبايكي في الكورس الثاني ده. الكورس ده اللي هو ده
اللي هو بيعمل كذا حاجز ورا بعضيه مش كل حاجز منفرد. يلا سبايك نط، يلا تاني يلا سبايك، يلا نط تاني جود بوي، يلا راحة في سون راحة، يلا يلا سبايك بس كده يا جماعة. ده كان خليفة وسبايك النهاردة. نقول لهم شكرا جدا 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 جدا. نقول شكرا لعلي، نقول شكرا لعلي هناك، نقول له شكرا جدا 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 جدا. وفي مفاجأة، في حاجز مفاجأة بيتعمل مش هنقول عليها دلوقتي، اللي انتوا شايفينه كان شغال عمالين يدقوا له ده. تمام، بس كده انتهت الفلوجية النهاردة. ياريت تكون عجبتكم، وحط لكم بكرة فلوجية تانية مع متسابق تاني وكلب تاني. وما تنسوش يا جماعة تخشوا تتفرجوا على البرنامج. البرنامج احنا الحمد لله بجد عملنا فيه كلنا مجهود عالي جدا 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 جدا، والبرنامج فعلا هيعجبكم. واي حد حابب يعرف اكتر عن رياضة الاجيلتي او كيفية التدريب او المشاركة بعد كده قدام، يبعت لنا على صفحة جاروي على الفيسبوك، وانا هبعت له لينكات يملى البيانات اللي هو عايز، اللي هو يعني يملى البيانات بتاعته. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مصعب كل مره يجي لي حد منكم. ده كريم يا جماعه، كريم، كريم من ريت. اه يا جماعه. يلا السلام عليكم يا جماعه.